أما بعد، فنتابع بتوفيق الله تعالى ومعونته الحديث عن المرأة المسلمة. بعد أن ذكرنا تكريم الإسلام للمرأة، ننتقل إلى الحديث عن المرأة المسلمة أما وبنتا وزوجة وعالمة وأشياء أخرى. ونبدأ الحديث اليوم إن شاء الله بالحديث عن المرأة في الإسلام أما. كيف كرم الإسلام المرأة الأم؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، تعلمون أن الله عز وجل قد أوصى في كتابه العزيز بآيات كثيرات، أوصى بالوالدين إحسانا وأمر بالبر بهما، بل قرن ذلك مع الأمر بعبادته ونهى عن عقوقهما، وقرن هذا النهي مع النهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك، قضى يعني أمر، قضى ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما ذكر الله عز وجل حالة الوالدين في الكبر ولم يذكرهما في حالة الصغر، ربما كان والداك صغيرين في السن، ولكن الله ذكرهما عند الكبر لأمور. الأمر الأول أنهما أحوج إلى الحنان والعطف عند الكبر منهما في الصغر. الأمر الثاني، عندما يكبر والداك فيشيخان ويصيران عجوزين، تكون أنت قد كبرت أيضا وشعرت بالمسؤولية التي كانت عليهما عندما كانا صغيرين يربيانك. في أغلب الأحوال عندما يكبر أبواك، تكون أنت قد أصبح عندك من الأولاد الكثير، فأدركت معنى الأبوة وأدركت البنت معنى الأمومة. فهذه الأمور كلها تشير إلى قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال العلماء إن وسخ الظفر، الوسخ الصغير الذي تحت الظفر، يقال له عند العرب أف وتف، فنهاك الله عز وجل عن أصغر ما يستقذر وأصغر وأقل ما يحتقر، وهو وسخ الظفر. ولذلك العرب عندما يستثقلون أمرا يقولون أف له، وهذه أقل كلمة تقال للتضجر. فإذا كانت كلمة أف قد نهيت عنها، فما بالك بما هو أكبر منها؟ لا شك أنه من أكبر الكبائر أن يقول الإنسان لوالديه كلمة نابية أو سبة، أو أن يرفع يده عليهما والعياذ بالله، أو أن يحد النظر إليهما غاضبا، أو أن يفعل ما يفعله أهل العقوق. وبعض العلماء قال: لا تقل لهما أف، أي لا تظهر لهما أنك متضايق، ليس منهما. التفسير الأول: لا تظهر لهما أنك متضايق منهما. التفسير الثاني أبلغ، قال: لا تظهر لهما أنك متضايق من أي شيء، لا من وظيفة ولا من أولاد ولا من حر ولا من أي شيء، لأنك بمجرد أن قلت لهما أف، مثلا أف لهذا الحر، أف من العمل فأنا متضايق تعبان، هذه الكلمات تؤثر فيهما فيحزنان عليك ويتضايقان من أجلك ويشفقان عليك فيصابان بالكآبة. قال: لئلا تصيبهما بهذا الحزن وهذه الكآبة
فأظهر لهما أنك سعيد، أظهر لهما أنك فرح. انظر إلى هذا المقياس وقارنه والعياذ بالله تعالى مع ما يبث في كثير من المحطات وفي كثير من التمثيليات والأفلام. وإني أدعو الآن كل واحد ممن يرى هذه الأشياء أن يراقب في إحداها وأن يتذكرني بخير، كيف أنها تبث عقوق الوالدين بشكل خفي في صفوف الأمة. انظروا إلى خطاب البنت مع أمها، وإلى خطاب البنت مع أبيها، وإلى خطاب الابن مع أبيه، كيف يصرخ في وجهه، وكيف يحد النظر إليه، وكيف يكاد أن يسبه. وانظروا إلى البنت كيف تعترض على أمها بكل وقاحة وبكل قلة أدب. انظروا إلى هذا، وانظروا بعد ذلك كيف ترون في بعضها أن الأب يكاد يعتذر من ابنه، ويكاد يقبل رجله، ويكاد يتأسف إليه. لماذا هذا كله؟ أهكذا ربنا على الإسلام؟ الإسلام بريء من هؤلاء وبريء من هذه التربية القذرة. وانظروا إلى الإسلام كيف يعز المرأة المسلمة أما ويرفعها إلى درجة أن يجعل جنة الله عز وجل تحت قدمها. ها هو رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذنه بماذا؟ يستأذنه لا لدنيا يصيبها ولا لامرأة ينكحها، ولكنه يستأذن ليعز الإسلام ويرفع راية الله، يستأذن في الجهاد في سبيل الله. فيقول له صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت قدمها. هذا هو الإكرام في الإسلام للأم، وليس كما يفعل هؤلاء الجهلة. رجل آخر يستأذن في الجهاد: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إن برك بأبيك يسبق الجهاد في سبيل الله. وقال العلماء: لا يجوز للولد، لا يجوز للولد أن يذهب إلى الجهاد حتى يستأذن والديه، إلا إذا صار الجهاد فرض عين. ما دام الجهاد فرضا كفائيا، يعني لا يجب على كل المسلمين، يجب على جزء منهم، فلا يجوز للولد أن يذهب إليه حتى يستأذن أبويه فيأذنان له، لأن بموته فاجعة لهما. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصار يقول آمين، وسئل عليه الصلاة والسلام: لماذا قلت آمين؟ ثلاثة أمور، واحد من هذه الثلاثة. قال: قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. وفي رواية: بعد، بعد أي عن رحمة الله. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. قل آمين. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. الداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يرد الله، يرد الله عز وجل هذه الدعوة؟ إذن من عق والديه فقد بعد عن رحمة الله، وبعدا له وسحقا. يأمر الله عز وجل بالبر بهما وإن كانا كافرين، وإن كانا مشركين، بل وإن أمراك بالشرك. إلى أي درجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الأمم من أجل كلمة التوحيد، ويقاتل الأعداء لأنهم أشركوا بالله. كل هذا ومع ذلك قال الله تعالى: وإن جاهداك، ليس أمراك فقط بل بذلا جهدا في إخضاعك للشرك، وإن جاهداك يعني حارباك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في موضوع الشرك. أما في موضوع البر: وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه مكانة عظيمة للأبوين كليهما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أصحب في هذه الدنيا؟ من يكون صديقي؟ من يكون صاحبي؟ من أكون ملازما له؟ قال: أمك.
قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي رواية ثم الأقرب فالأقرب. وفي حديث آخر يقول صحابي: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أمك وأباك، أي بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أي الأقرب فالأقرب. فالأم في الإسلام لها منزلة كبيرة، ثلاثة أضعاف البر عن الوالد. لماذا؟ لأنها تحملك في بطنها 9 أشهر. هل رأيت امرأة حاملا؟ هل رأيتها وهي تتألم من الحمل وتتألم من أعراضه ولا تستطيع أن تمشي ولا تستطيع أن تنام، ثم عندما تلد تكاد أن تزهق روحها مع الولادة؟ لذلك لما رأى ابن عمر رجلا يطوف وهو يحمل أمه على كتفيه قال: يا ابن عمر، هل جزيتها؟ هل تراني قد كافأتها؟ قال: لا، ولو بطلقة واحدة، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، من آلام الولادة ولا واحدة. قال له: ولكنك أحسنت العمل، وسيجزيك الله على القليل الكثير. أما حقيقة الجزاء لم تجازها ولم تكافئها. ثم بعد الولادة ترضع وتسهر وتنظف، وأنت لو ألقيت لأكلك الذباب ولمت من هوانك ومن ضعفك، لا تستطيع أن تدرأ عن نفسك ذبابة، وهي تتحمل أذاك وبكاءك وتسهر طيلة الليل ترضعك وتنظفك، ويكون حجرها سريرا لك تعطف عليك. لو قيل لها: أتتمنين أنت مخيرة بين موتك، بين موت ولدك وبين موتك، من تختارين؟ لرفعت صوتها بأعلى ما تستطيع وتقول: خذوني وأبقوا ولدي حيا. بينما أنت عندما يكبر والداك، إن تحملتهما فإنك تتحملهما وأنت تتمنى موتهما، بينما هما كانا يتحملانك ويتمنيان حياتك، يتمنيان حياتك وأنت تتمنى موتهما، فرق كبير. لذلك لا تستطيع أن تكافئهما. لذلك الله عز وجل قال لك: فلا تقل لهما أف، واحد، ولا تنهرهما، اثنان، لا تنهرهما. لقد رأيت مواقف يندى لها الجبين من بعض الناس، يصيح بأمه ويقول لها: أتظنين أني خائف منك ومن تهديداتك؟ هذه عبارة من العبارات التي سمعتها من شخص ما. هذا عين العقوق، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى ويغلق أبواب التوفيق أمام هذا الذي قال هذه الكلمة. بنت تستقذر أمها، تستقذرها وترى نفسها أنها أنظف بكثير، أين نظافتي من نظافة أمي؟ تحتقر أمها لأنها ترى نفسها أنظف من أمها والعياذ بالله. هذا أيضا عين العقوق. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال له: يا رسول الله، قال: إني آمنت بالله وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأقمت الصلاة وصمت رمضان وأديت زكاتي، فهل أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا، من مات على هذا كان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما. لا يكفي أن لا تقول أف ولا تنهر، بل يجب عليك أن تقول، السكوت لا يكفي، قل لهما قولا كريما بكل لطف، وخاصة عند الكبر. فقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو كتاب نفيس، قال فيه: إن الأب والأم عندما يكبران قد يصابان بالخرف، وإذا أصيب الكبير بالخرف صار مثل الولد الصغير، يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، ويفسد تصوره، لا يستطيع أن يضبط الأمور بشكل جيد. وأنت في هذه الحالة مأمور أن تسايره على عقله، وأن تأخذه بكل حلم وكل لطف وكل لين،
وكل أناه وكل أدب، وتتلطف له بالقول حتى يرضى. فكيف إذا كان صاحيا وواعيا؟ من باب أولى طبعا. فإذا وقل لهما قولا كريما لا يكفي أيضا، قال واخفض لهما جناح الذل، أي كن ذليلا أمام أبيك وأمك. وهذا الذل ليس ذل عجز، ولكن من الرحمة، رحمة بهما وإرضاء لله عز وجل. كن ذليلا أمامهما متواضعا. كان ابن سيرين رحمه الله يقف أمام أمه كأنه مريض، كأنه لا يستطيع الكلام، كأنه لا يستطيع الحراك، ذليلا متواضعا بجانبها. كهمس ابن الحسن دخلت عقرب في بيته ودخلت إلى جحرها، فمد يده إلى الجحر وأخرج العقرب وهي تلدغه، لماذا فعلت هذا؟ قال أخشى إن تركتها أن تخرج فتلدغ أمي. سأضرب لكم مثالا نبويا، ونسأل أنفسنا من منا يستطيع أن يفعل هذا. تعرفون الحديث جميعا، ثلاثة نفر من الأزمنة السالفة كانوا في الطريق، نزلت الأمطار، اختبأوا في مغارة، فألقى الله عز وجل صخرة فأغلقت فم الغار. حبسوا في مغارة مظلمة في ليلة شاتية لا يسمع بهم أحد من الناس، يعني إما أن يموتوا وإما أن تخرق العادة في خروجهم. كيف يخرجون؟ أدركوا بالهلاك ويأسوا. قال ليس لكم إلا الدعاء، انظروا إلى أعمال صالحة عملتموها فاسألوا الله بها، توسلوا إلى الله بأعمالكم. واحد من هؤلاء الثلاثة قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران، وكنت أحلب الغبوق ولا أغبق أحدا قبلهما. الغبوق هو الحليب الذي يحلب في المساء، يسمى غبوقا. المهم هذا الرجل يوم من الأيام تأخر في طلب المراعي، لم يجد نباتات فتأخر، ابتعد وعاد متأخرا ومعه الحليب، فوجد أبويه نائمين، الصبية الصغار أولاده يتضاغون من البكاء، يطوفون حوله، يا أبتي اسقنا نريد العشاء. ليس لهم طعام مثل اليوم 50 صنف على المائدة، لا، ليس لهم إلا هذا الحليب. الأولاد يبكون والوالدان نائمان، ووقف هكذا يتحمل بكاء الأولاد ولا يريد أن يزعج أبويه، ينتظر من العشاء إلى الصباح حتى استيقظ الأبوان فسقاهما ثم سقى أولاده. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فانزاحت الصخرة بقدرة الله. والثاني والثالث لهما قصص أخرى لا أريد أن أطيل عليكم. من منا مهما بلغ من البر يقف ومعه الطعام ينتظر أبويه من العشاء إلى الفجر وأولاده يبكون؟ إذن نحن مقصرون مع أبائنا وأمهاتنا، وعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفر. صح هذا يعني قمة في البر لا نطالب بها، ولكنها مقياس عظيم لتروا كيف يرغب النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأب والأم. أبو هريرة كان كلما دخل وكلما خرج طرق الباب على أمه وقال لها السلام عليك ورحمة الله، تقول له عليك السلام يا ولدي ورحمة الله، يقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة. إذا دخل قال هذا وإذا خرج قال هذا. وبقي أبو هريرة بدون حج حتى ماتت أمه، لم يحج. لماذا؟ لأنه لازمها خدمة لها. هكذا ترفع المرأة في الإسلام أما. أويس القرني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يأتيكم أويس القرني مع وفد اليمن من مراد ثم من قرن، يعني القبائل التي نسب إليها، به كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم، علام ليشكر الله تعالى. كان أبر الناس بأمه، فإذا رأيته فاطلب منه أن يستغفر لك. ومات النبي صلى الله عليه وسلم
وصارت الخلافة في يد عمر بعد أبي بكر، وعمر كلما جاء وفد الحج يسأل: أفيكم أويس القرني؟ يقولون: لا. وفي ذات سنة من السنوات قالوا: هذا هو أويس القرني، رجل مغمور لا يعرفه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: لو أقسم على الله لأبره. قال له: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أفيك موضع برص مقدار درهم؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، فاستغفر لي. فاستغفر له. قال: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني توصية؟ قال: أريد أن أكون مغمورا بين الناس أحب إلي. وذهب هذا الرجل الصالح واختفى بين الناس مرة ثانية. كل هذا الإكرام الذي أكرمه الله به بسبب بره بأمه، بل إنه بسبب بره بأمه أسلم ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يترك أمه وحيدة فيذهب ليصير صحابيا. لذلك كان سيد التابعين وأفضل الناس بعد الصحابة كما قال العلماء، لأنه ورد في الحديث أن أويسا سيد التابعين. هذه بعض الأمور الصغيرة من كثير مما أمر الله عز وجل به. إذن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كل هذه الأمور لا تنهرهما، لا تقل لهما أف، قل لهما قولا كريما، اخفض لهما. كل هذه الأمور ماذا تستوجب لك؟ تستوجب أن يدعو أبوك وأمك لك، هما بهذه الخصال هما يدعوان لك. قال الله تعالى: وأنت يجب عليك أن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي على الأقل مساواة. أنت عندما تبرهما يدعوان لك، وأنت مطلوب منك أن تدعو لهما أيضا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله، إن أبي وأمي ماتا، فهل بقي علي من برهما شيء أبرهما به، أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، خصال أربع. أي لا ينتهي عمل البر في الإسلام، إكرام الأب إكرام الأم لا ينتهي بالموت. ماذا أفعل يا رسول الله بعد موتهما؟ قال: خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما، هذا واحد، إنفاذ عهدهما، اثنان، إكرام صديقهما، ثلاثة، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أربعة. إنفاذ عهدهما، أي وصية يوصيك أبوك فيها أو أمك توصيك بها بشرط أن لا تكون مما يغضب الله، يجب عليك إنفاذها. إكرام صديقها، ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فرأى أعرابيا، وكان ابن عمر يستعقب، يعني تارة يركب الجمل فإذا مل من ركوبه نزل فركب حمارا، يستعقب، يعني مرة هذا ومرة هذا، كما ورد في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني يتناوبون مناوبة، مثل الشرطة، مثل الموظفين الحراسة 24 ساعة، كل 8 ساعات دورية، هذا اسمه تعاقب. فالملائكة يتعاقبون، منهم من يأتي في صلاة العصر ومنهم من يأتي في صلاة الفجر. ابن عمر كان مسافرا ومعه حمار يركبه إذا مل من ركوب الجمل، فرأى أعرابيا في الطريق، سلم عليه وعلم أن أبا هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، فخلع ابن عمر عمامته وألبسها للأعرابي وأعطاه الحمار. فقيل له: يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، وفي رواية: أما يكفيه درهمان؟ قال: لقد كان أبوه ودا لعمر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. إذن الأب والأم غير أن تبرهما، هناك أشياء أخرى تفعلها، منها أن لا تسبب لهما سبة من أحد،
من يتوقع أن هذا الذنب من الكبائر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يستسب الرجل لوالديه. قالوا: كيف يستسب الرجل لوالديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. يعني باللغة العامية يقول لأحدهم: يلعن كذا، يسب أباه مثلا، فيقول له: يلعن 60 كذا، يسب أباه أكثر، كما يفعل الجهل من الناس. بكل وضوح وبساطة أقول لكم: هذا قد فعل كبيرة من الكبائر، لأنه سبب لأبيه أو أمه سبة. وكذلك الذي يؤذي الناس، الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويظلمهم ويضربهم، كثير من الناس يسبون أباه وأمه على هذه التربية السيئة. فهو قد يكون أبوه بريئا من هذا وأمه بريئة، ولكنه بهذا العمل غير المعصية التي ارتكبها قد ارتكب كبيرة من الكبائر بتسبيبه سبة لأبيه وأمه. أي تكريم بعد هذا للمرأة أما في الإسلام؟ أحق الناس حقا، أو أكثر الناس حقا وأعظمهم حقا على المرأة زوجها، وأحق وأعظم الناس حقا على الرجل أمه، كما ورد في الحديث أمه. لذلك ينبغي لنا أيها الأحباب أن نراجع حساباتنا، أن نراجع الحسابات. وطريقة البر ليست موحدة بين الناس، بعض الناس يكون بر أبيه وأمه بالإنفاق، إذا كان الأب والأم فقيرين فالإنفاق عليهما من أفضل أنواع البر الذي يرضيهما. أما إذا كان الأب والأم غنيين فليس المال هو وسيلة لإرضائهما، لأنهما لا يستفيدان منه، يكون البر بأمور أخرى. وأحسن أنواع البر التواضع، الخضوع، الخضوع، الذلة بين يديهما، أن ترضيهما بما يريدانه. ابحث عما يرضيهما فافعله. وإذا حصل خلاف بين الزوجة والأم فهنا المسألة الكبيرة التي لا يستطيع أن ينجو منها إلا موفق من الله، ونسأل الله التوفيق. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ترك ابنه إسماعيل مع أمه هاجر وعاد إليهما بعد فترة، لم يجد، كان إسماعيل في الصيد، فجاء إبراهيم وسأل زوجة ابنه إسماعيل عن حالها، فشكت ضيقا وضنكا وكذا وفقرا، فقال لها: إذا جاء زوجك فسلمي عليه وقل له إن رجلا مر صفته كذا وكذا، وإنه يأمرك بتغيير عتبة دارك. فرجع إسماعيل فقصت عليه القصة، فقال: هذا أبي إبراهيم وأنت عتبة الدار وأنت كذا، فطلقها. ثم عاد إبراهيم مرة ثانية فوجد امرأة غيرها تزوجها إسماعيل لم تشكو، ولكنها قالت: الحمد لله نحن بخير. فقال لها: قولي لزوجك ثبت عتبة دارك. ابن عمر رضي الله عنه أمره أبوه عمر أن يطلق امرأته فطلقها. في عهد الإمام أحمد بن حنبل جاءه إنسان قال له: إني آمر ولدي بطلاق زوجته فلا يطلقها. فقل له: أليس ابن عمر قد أمر من أبيه فطلق؟ قال: عندما تكون أنت كعمر فإني آمر ولدك أن يطلق زوجته كما طلقها ابن عمر. إذن هذه قاعدة: إذا كان الأبوان ظالمين للزوجة فلا طاعة لهما في تطليقها، لأنه ظلم لها وخراب لبيت أسس على التقوى من دون حاجة. أما إذا أمراك بطلاقها لعلة شرعية، لسوء خلقها، لتركها لدينها، لأنها لا تصلي، لعدم إحسانها لتربية أولادها، يعني أمر شرعي يرضي الله، فعند ذلك تبحث الأمر، فإن لم تستطع إصلاحه فعليك أن تطيعهما بهذا. أما ليس كل أمر يقوله الأب والأم نقول: والله نحن نريد أن نرضي آباءنا وأمهاتنا، فكلما قالت الأم طلق نطلق،
لأن كثيرا من النساء اليوم والآباء أيضا، الأمهات والآباء، بعضهم ليس عندهم علم وبعضهم عندهم هوى نفس. إذا كان بعضهم يأمرون بالشرك كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك، إذا كان بعضهم يأمر بالشرك فممكن أن تأمر الأم بالمعصية وممكن أن تأمر بالطلاق ظلما. في هذه الحالة لا نطيعها، ولكن نبقى في موضوع برها، نترك الزوجة جانبا، موضوع الزوجة أنا أتصرف به، موضوع الأم لك علي أن أكون بين يديك ذليلا، أعطيك ما تريدين، أبرك، أدعو لك، أخدمك بكل ما أستطيع، أنفق عليك، ولكن دعي لي زوجتي جانبا. وأنا من هذا المنبر أدعو الأمهات أن يتقين الله سبحانه وتعالى بأقوالهن وأفعالهن، لا ينتقمن لأنفسهن عن طريق إيذاء الزوجات. وأدعو من هذا المنبر الزوجات أن يتقين الله في مساعدة الأزواج على طاعة الأمهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بكل وضوح 1+1=2، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. فإذا كنت أنت مأمورة بطاعة زوجك أكثر من والديك، وهو مأمور أن يطيع أمه أكثر، إذا من باب أولى أن تساعديه أنت بناء على حقه عليك أن تساعديه على بر أمه، وهذا باب توفيق كبير. فإذا بر أمه وفقه الله فنزل هذا التوفيق عليك وعلى أولادك وعلى زوجك، وفتح لكم باب الخير وصرف عنكم كل الشر بإذن الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل عليكم، للحديث بقية نتابعه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، أما بعد، فإن من الفوائد التي تلحق الأبوين بعد موتهما كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهما ولد صالح يدعو له. وقد ورد في حديث آخر أن الرجل ترفع له درجة بعد موته فيقول: أي ربي أي شيء هذا؟ فيقال له: ولدك استغفر لك. وورد في الحديث أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها ماتت ولم توصي وعليها دين، قال: أفأقضيه عنها؟ قال: نعم اقضيه عنها. وبين صلى الله عليه وسلم لآخر أن يتصدق عن أحد والديه، فهذه كلها الصدقة والدعاء والاستغفار كله يصل ويستفيد منه الأب والأم بعد موتهما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين.